عربيات المصريين في الخارج، واللي كان يعني الناس بتتحدث عنه الفتره الاخيره بشكل كبير. النهارده وزاره الماليه استجابه لطلبات المصريين بالخارج اعلنت عن تيسيرات جديده لمساله استيراد العربيات من الخارج للمصريين المقيمين في الخارج. وافق مجلس الوزراء مؤخرا انه يعني تيسيرات وتعديلات الكترونيه جديده يتم ادراجها على الابلكيشن الخاص في موعد اقصاه ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. وضحت الوزاره كمان انه في شرط تم الغائه، وهو شرط ايداع الفلوس اللي كان واجب سدادها قبل ما التحويل يتم بثلاث شهور على الاقل، واكتفوا بس بانه اللي عايز يستورد السياره بيقدم كشف حساب بنكي عن الست شهور اللي فاتوا، بيكون بقى فيه تاريخ الحركات اللي حصلت على هذا الحساب، ايداع، سحب، تحويل وما الى ذلك. وكمان الغوا شرط اخر، وهو التصديق على المستندات الخاصه بالاقامه وكشف الحساب البنكي وشهاده بيانات العربيه دي من قبل وزاره الخارجيه من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسيه بالخارج. هنعرف مع حضراتكم مزيد عن هذه التيسيرات. دلوقتي معانا على التليفون استاذ محمد ابراهيم، مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك. مساء الخير على حضرتك يا فندم. في استجابه من الوزاره ل يعني طلبات المصريين بالخارج فيما يخص التيسيرات الخاصه بادخال سياراتهم الى مصر، واحنا كنا بنعمل الموضوع ده يعني دعم للاقتصاد المصري وايضا استجابه لطلبات المصريين بالخارج. بالفعل بالفعل استاذ هدير والاستاذ المشاهدين جميعا، اولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه العام الميلادي الجديد، ان شاء الله يكون باليمن والخير للمصريين جميعا ان شاء الله. استجابة طبعا من وزارة المالية ومصلحة الجمارك في إطار التفاعل اللي بيتم مع كافة المواطنين والمتعاملين مع المصلحة، تم الاستجابة لكافة الطلبات التي تم التقدم بها واللي كان التساؤلات بتدور حواليها خلال الفترة الأخيرة والمتعلقة بتيسير عمليات الاستيراد للسيارات الخاصة بالاستخدام الشخصي. فزي ما حضرتك أوضحت فعلا تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده وهو مرتبط بالضرائب والرسوم واللي كان بيشترط ايداعه قبل التحويل بثلاث شهور، تم الغاء هذا الشرط باعتبار ان احنا بنخفف الاعباء الملقاه على اخواتنا واهالينا من المواطنين المقيمين من المصريين في الخارج، بالاضافه الى الغاء شرط التصديق على مستندات الاقامه وكشف الحساب زي ما حضرتك اوضحتي، الحساب البنكي وشهادات بيانات السيارات. بالاضافه لكده، وده بقى الجزء المهم اللي يمكن كتير من اخواننا واهالينا كانوا بيسالوا دايما عليه، ليه احنا كنا بنشتغل على بعض الفئات من السيارات دون فئات اخرى؟ تم التوسع في فئات السيارات المسموح باستيرادها لتشمل اصناف متعدده ومتنوعه تغطي كافه احتياجات اخواننا واهلينا من المصريين المقيمين في الخارج، ليس لفئه محدده ولكن بتشمل يعني تنوع كبير جدا في انواع وكماليات السيارات اللي ممكن يتم استيرادها، بحيث ان احنا نوسع قاعده المستفيدين الى اكبر حد ممكن. بالاضافه كمان ودي جزئيه مهمه جدا احاول ان انا انتهز الفرصه من خلال برنامج حضراتكم، وابشر برضو الساده المشاهدين ان احنا الساده رئيس مصلحه الجمارك بناء على توجيهات معالي الوزير كان في احنا بنتكلم على استيراد من الخارج. انا لا، احنا بنتكلم كمان على امكانيه ان احنا ممكن نسمح ب ان احنا نستورد هذه السيارات من المناطق الحره الموجوده داخل الاراضي المصريه او داخل جمهوريه مصر العربيه والمعتمده كمناطق حره، لان جمركيا واستيراديا احنا بنتعامل مع المناطق الحره كان الاستيراد منها كانه استيرادا من الخارج. طب انا عايزه حضرتك توضح لي اليات عمل، اليات العمل هنا في مساله الاستيراد من المناطق الحره هتكون ايه؟ باجراءات الافراج من المناطق الحره باعتبارها استيراد من الخارج، ده هيوفر على اخواننا واهالينا ان هم يتحملوا اعباء وتكاليف الشحن من الخارج، وده هيوفر معاهم كتير جدا وهيساعدهم كمان وييسر عليهم عمليه الافراج بشكل يسير داخل جمهوريه مصر العربيه نفسها من خلال منافذ المناطق الحره الموجوده في اماكن كتير ومتعدده من اماكن الجمهوريه. طيب انا هسال حضرتك يا استاذ محمد، انتوا عملتوا التعديلات دي بناء على طلبات كانت جاية من الناس أو اعتراضات كانت من الناس المصريين بالخارج على شكل الإجراءات علشان يستوردوا العربية، إيه كمان اللي الناس كانت معترضة عليه ولسه إحنا في عندنا مرونة أكتر لأن إحنا نغير، لأن إحنا عاملين الموضوع ده علشان نفيد الناس وكمان البلد تستفيد؟
أنا عايز أوضح لحضرتك إن هي ما كانتش اعتراضات على قدر ما هي كانت تساؤلات. التساؤلات كانت كثيرة من الناس، وخاصة إن أغلب المتعاملين مع الجمارك دايماً كان السؤال اللي بيطرح منهم يا جماعة إحنا عايزين كيف أستطيع أن أستورد سيارة لاستخدامي أنا الشخصي من الخارج؟ وما هي القواعد اللي كنت هخضع ليها؟ هذا القانون صدر للتيسير على أهالينا وإخواننا المصريين المقيمين في الخارج، كيف يستطيع أن يستورد سيارة تكون معفاة من الضريبة تحت بند سدادها، وبمجرد اكتمال المدة المقررة بمقتضى هذا القانون يستطيع أن يسترد هذه الضريبة وكأنه معفى منها، ولكن بيستردها بالقيمة والعملة المصرية. طيب هسأل حضرتك عن في دعم للاقتصاد المصري من العملة الأجنبية، وبالمقابل بيتحقق له الإعفاء بعد انتهاء المدة المقررة وهي سنة. طيب هل الموضوع المصري اللي عايش في دولة أوروبية بيستفيد زيه زي المصري اللي عايش في دولة عربية؟ لأنه أنا تقريبا يعني سمعت أنه اللي في الدول العربية بيدفع فلوس أكتر. لا يا فندم، هو بص أنا هوضح لحضرتك حاجة، المقيم في دولة أوروبية يستطيع أن يستورد سيارته من الخارج طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والتي حرص قانون 161 سنة 2022 ألا يخل بأحكام هذه الاتفاقيات، وده التزام في كل التشريعات المصرية على الكافة أن احنا دولة بتحترم اتفاقياتها والتزاماتها الدولية ولا تخل بها نهائيا. فيستطيع المقيم في الدولة الأوروبية أن يستورد سيارته من هذه الدولة الأوروبية طالما تتوافق فيها شروط تطبيق الاتفاقية، وهذا حكم له أحكام خاصة. أما فيما يتعلق باستيراد السيارات من الدول العربية والدول الخليج فيستطيع أنه يستوردها، لأن المنشأ بتاعها ليس منشأها الدولة العربية ولكن هو منشأ دولة أوروبية. ده ما كانش بيستفيد من إمكانية أنه يطبق اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، اتفاقيات الاتفاقيات الأخرى التي يستطيع أن يحصل منها على إعفاء، ولكن تم مد هذا الأثر بالنسبة لإخواننا وأهلينا من المصريين المقيمين في الدول العربية، يستطيع أنه يستورد هذه السيارة ويتمتع بقدر هذا الإعفاء المقرر بمقتضى هذا القانون مقابل أنه يسدد الضريبة الجمركية أو الضرائب المستحقة على هذه السيارات بالعملة الأجنبية، ثم يتم استردها بعد انتهاء المدة البينية المقررة دي وهي 5 سنوات بالعملة المحلية إن شاء الله. يعني حقيقة كده يا أستاذ محمد على قد ما أنا فهمت بتوضح أنه المصري اللي عايش في أوروبا هو أصلا بيخضع لقانون سابق لهذا التعديل. بالضبط، احنا اللي هو زيرو جمارك ادى ميزة لأهالينا وإخواتنا المقيمين في الدول العربية، ادى ميزة إضافية، وعشان هنا المقارنة هنا يعني في غير محلها. في غير محلها خالص. بالضبط. طيب والاجراءات دي هيتم تطبيقها؟ حضرتك كنا كمان بنقول انه في تعديلات هتحصل على الابلكيشن، ايه التعديلات دي؟ التعديلات اللي حصلت على الابلكيشن كانت هي امكانيه الشراء من المناطق الحره، وده شيء ما كانش موجود قبل كده، اضافه فئات جديده وانواع جديده من الكماليات على السيارات اللي مسموح باستيرادها، بحيث ان هي ما تبقاش قاصره على انواع محدده من السيارات عاليه الكماليات، فيستطيع اخويا واهلي من المقيم في الدول المحيطة بينا يستطيع ان هو يجيب العربية بتاعته اللي هي في قد امكانياته، ما تبقاش قاصرة على نمط معين وشكل محدد من السيارات او فئات محددة فقط من السيارات، وده هيخدم كل اخواتنا واهالينا اللي موجودين، فيوسع قاعدة المستفيدين من تطبيق هذا القانون على اكبر قدر ممكن. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ابراهيم مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.